في الفيديو التالي راح أشرح كيف بنسلم المنتوج اللي عملناه سواء في الفوكي أو في موقع بوستر ماي وول، كيف أنا بسلمه في لوح الباندلت، كيف برفعه في لوح الباندلت. بداية أنا موجودة في لوح الباندلت زي ما شايفين عندي هون. أول إشي بدي أعمله بدي أشرح كيف أنا بسلم رابط فيديو الفوكي في الباندلت، وبعدها راح أشرح كيف أنا بسلم الصورة اللي أنا نزلتها عندي مع المحشيف واللي عملتها في عملتها على الصورة اللي عملتها في موقع بوستر ماي وول ونزلتها عندي على الحاسوب تبعي. فأول إشي بروح على موقع فوكي زي ما شرحنا في الفيديو السابق، بضغط copy URL يعني كله انسخ لي الرابط، بروح على لوح الباندلت، شايفين الإشارة الزائد اللي هون، بضغط عليها بفتح لي هيك بيتك صغير، ورقة صغيرة، بكتب اسم الكامل، مهم جدا نكتب الصف. بعدها شايفين الرابط هاي المشبك اللي هون، بضغط عليه، بحط بيست أو لصق، بحط سيف. زي ما شايفين هيك أنا سلمت، هيك ببين إني أنا سلمت. نيجي للمرحلة الثانية، كيف أنا بسلم الصورة، كيف برفع الصورة اللي عملتها في موقع بوستر ماي وول، كيف برفعها في لوح الباندلت. لأن أول إشي أنا الصورة لازم أنزلها على المحشب، تمام؟ أنا الصورة منزلتها عندي على الحاسوب تبعي، هيها موجودة هون في الداونلودز. فبروح على الزائد، تمام، نفس الطريقة بكتب اسمي الكامل الصف، وهالمرة بضغطش على المشبك، لا، عشان أسلم الصورة وأرفع الصورة من حاسوبي بضغط على السهم اللي شايفينه هون، افتح لهين على جانب نافذة، بضغط على هون الزر الزهري بيك فايل، يعني بكله اختار الملف من الحاسوب، وبروح وين أنا حفظت الملف، أنا حفظته في الداونلودز، هيو الملف، هاي الصورة، بضغط عليها مرتين وبرفع لي إياها، هيك جاهز، أنا هيك خلصت التسليم. وهيك عمليا إحنا بنسلم أو بنرفع المنتوج اللي جهزناه في لوح الباندلت.